أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما صحة هذه القاعدة؟ كل ما في الكون حلال إلا ما خص بدليل. نعم، الأصل في الأشياء الإباحة. خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الأطعمة والأشربة والملابس، الأصل فيها الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه يكون حراما، وما لم يدل دليل على تحريمه فإنه حلال ومخلوق لنا. نعم، هذه قاعدة صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. انتهى الدرس؟ انتهى؟ خلاص، السلام عليكم.